دخل قارب كوري شمالي على متنه 3 أشخاص المياه الكورية الجنوبية، واقتيد إلى أحد الموانئ الكورية الجنوبية بحسب هيئة الأركان المشتركة. واستنادا إلى قيادة الجيش، فقد تم فتح تحقيق مع الأشخاص، لكن لم يكن ممكنا تحديد ما إذا كان الأشخاص على متنه من المشقين أم أنهم عبروا الحدود البحرية بطريق الخطأ. وفي حزيران الماضي عبر قارب صيد كوري شمالي على متنه 4 رجال الحدود البحرية بين الكوريتين من دون أن يتم اكتشافه ورسى بكوريا الجنوبية.